عقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اليوم اجتماعا مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في قصر البطين بأبو ظبي، بحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتبادل جميع التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستند إلى دعائم قوية من المحبة والأخوة والتفاهم والعمل المشترك. وأدى الجميع صلاة المغرب، وتكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أقام سمو ولي عهد أبو ظبي مأدبة إفطار بمناسبة زيارة جلالته إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة. وكان جلالة الملك المفدى قد وصل إلى أبو ظبي، وكان في مقدمة مستقبل جلالته أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم إمارة أبو ظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في إمارة أبو ظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان سمو ولي عهد أبو ظبي عضو المجلس التنفيذي، وسعادة السيد محمد بن حمد المعاودة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكبار المسؤولين وأعضاء السفارة البحرينية.